نتحدث أكثر عن الأسنان وعن صحة الأسنان. معنا في الاستديو اختصاصية طب الأسنان الدكتورة ناتالي أبو دياب. دكتورة ناتالي صباح الخير بداية. صباح الخير دكتورة ناتالي. دكتورة قبل أن نخوض الحديث عن تلف الأسنان وغيرها، خلينا نتكلم شوي عن صحة الأسنان، كيف يكون شكلها وما هي بنيتها؟ صباح الخير. بالبداية حتى نعرف شو طبيعة الأسنان الصحية والسليمة لازم نعرف شو هي دور الأسنان. الأسنان بتقوم بعملية المضغ، بتساعدنا على النطق، بتعزز ثقة الإنسان بحاله، كمان بتدعم أنسجة الوجه. فالأسنان الصحية والسليمة هي الأسنان اللي تقوم بهذه الوظائف أو بتأدي هالوظائف بطريقة صحيحة. عملية المضغ لازم تكون غير مزعجة بالنسبة للإنسان، بدون أي ألم، بدون أي حساسية، ما تسبب مشاكل بالعضلات الوجهية ولا بالمفصل الفكي. بالنسبة تدعم كمان أنسجة الوجه، مثلا نلاحظ الناس كبار بالعمر وبيتم فقدان الأسنان الخلفية وعدم التعويض عنها، بالتالي بنحس انه الوجه صار مترهل وصار منظر غير شبابي. اما الاسنان كامله العدد هي اسنان تعطينا منظر متماسك ومنظر شاب. بالنسبه لثقه الانسان بحاله، ما في داعي يكون في عندنا اسنان كثير حلوه وبيضاء وناصات البياض، بكفي ان تكون حفره فمويه نظيفه خاليه من التسوسات، من التصدعات، من الشقوق، مع لسه نظيفه وخاليه من الالتهابات، معناتها هي نحن في عندنا اسنان ابتسامه حلوه للانسان. يعني بغض النظر عن لونها اذا كان ابيض او لا، يعني لا بغض النظر، مش بالضرورة يكون اللون الأبيض هو دليل صحة أو سلامة الأسنان. المهم تكون الأسنان نظيفة، حفرة فموية نظيفة، حفرة فموية سليمة. هلأ حتى نعرف كمان كيف نحن نحافظ على الأسنان لازم نعرف هي تركيب السن. الأشخاص ما بيعرفوا أنه هو مكلف من جزئين، التاج السني هو الجزء الظاهر بالحفرة الفموية، وكمان الجزر. التاج هو مكلف من ثلاث طبقات، طبقة الميناء والعاج واللب السني. طبقة الميناء هي الطبقة البيضاء اللي بتراوح بياضة بين شخص إلى آخر. الطبقة منها هي طبقة متمعدنة صلبة غير قابلة، غير حية، غير قابلة للتجدد. فصار في عنا شقوق أو تصدعات بطبقة الميناء ما رح ترجع تتجدد، ما رح تتشكل طبقة جديدة. طيب دكتورة خلينا شوي نتحدث عن هاي العادات السيئة التي يمارسها البعض والتي تسبب في تلف الميناء أي الأسنان بشكل عام. هلا العادات السيئة في عنا كثير عادات سيئة الناس ما بتنتبه عليها. بحس أول العادات اللي لازم ننوه عليها هي شرب المشاريب الغازية زائد العصائر غير الطبيعية ومشاريب الطاقة. هي المشاريب بتحتوي على كمية كثير كبيرة من السكر، زائد بتحتوي على الحمضيات، حمض الستريك وحمض الفسفوريك. وأكثر الأسباب شيوعا اللي بتؤدي لتصدع الميناء هي الأحماض. العادات الثانية هي عادة التدخين، طبعا هي عادة هي عادة مضرة للصحة بشكل عام، بتؤدي كمان إلى ترسبات وتصبغات بالنسبة للأسنان، وبتعطي كمان التهابات بالأنسجة اللثوية. في عادة عند الأطفال هي أكل الحلويات أو أكل السكاكر، خاصة اللي هي بتكون ملتصقة على سطح السنية. ليش هي كتير سيئة؟ لأنه هي بتلتصق على سطح الأسنان، وبالتالي بتضل فترة طويلة سكريات موجودة، يعني مثل هدول الستيكي أو الجامي بيرز بيأكلون الأولاد الصغار. هدول بيؤدي أنه هي فترة من السكريات موجودة فترة طويلة على سطح السن وما بيتم إزالتها، وبالتالي هي مضرة للأسنان. طيب إذا بدنا نحكي عن كيفية الوقاية ربما من كل هذه الأمور والعناية بالسن بطريقة مناسبة، شوي الخطوات اللي لازم نتبعها بشكل يومي. هلا كتير بنبه أنا على موضوع التفريش، التفريش الصحيح. الناس مثلا بيجي المريض على العيادة بيقول إنه أنا بفرش أسناني 3 مرات 4 مرات بالنهار، بس بنطلع مثلا ناخذ مرايه بنطلع انا وياه على الاسنان، انا بساله السؤال انه انت كيف شايف هذا السن، نظيف ولا لا؟ بتضحك وبيقول لي انه لا ما نظيف. التفريش طلع فرش اسنان اخوي لا لا لا، التفريش لازم يكون واحد يركز بموضوع التفريش. يعني دائما بقول للمريض اولا لازم مينيموم تفريش مرتين بالنهار صبح ومساء. المده الزمنيه كثير مهمه، ما في اداه تفريش سيئه، في طريقة خاطئة. يعني وقت واحد بده يفرش أسنانه لازم يطلع أولا بالمراية، زائد أنه هو يركز ويفكر أنه هو عم يفرش أسنانه. نحن بالإنسان عنده 32 سن، فإذا كل مرة كل أنت يعني بتفرشي أو بتركزي على كل سن، فممكن سن يكون فاتل على اليمين فاتل على اليسار، لازم واحد أنه يفرشه بطريقة ممتازة. ده بده وقت تقريبا لحتى يخلص؟ دقيقتين. دقيقتين كافية؟ دقيقتين أنا رأيي إيه كافي. زائد الطريقة هي دائما بتكون ابتداء من اللثة باتجاه الأسنان، زائد حتى نعمل يعني من فوق لتحت. لازم ما ننسى نفرش كمان اللسان
ونعمل كمان الخيوط بين السنيه. الناس ما في حدا بيعمل الفلوسينج وهو شيء كثير ضروري لانه غالبا الاكل بيتجمع بين الاسنان. بس عاده اوقات بنسمع انه الفلوسينج او استخدام الخيط بين الاسنان بيؤدي لمسافه بين الاسنان تكبر وبالتالي انه يحشوا اكثر. لا 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 مش هي معلومه مغلوطه. لازم يكون الفلوسينج بين الاسنان بطريقه هاديه مش بطريقه قويه. بنمسك الخيط وبنمشي على طول السطح السني من اليمين ومن اليسار. هلا صار في طرق جديده على فكره للفلوسينج، ووتر بيك عن طريق المياه، عن طريق كمان في اير فلوس، لكن الفلوسينج هو كثير ضروري صراحه. اذا ما واحد بيقدر يعمل مره او مرتين على القليله قبل النوم يتم تفريش الاسنان بطريقه ممتازه لمده دقيقتين بعدين نعمل فلوس. الفلوس كثير اساسي صراحه للحفاظ على تنظيف النظافه الحفره الفمويه. دكتوره نتسلي خلينا نسلط الضوء شوي على موضوع تبييض الاسنان من خلال هذه المواد الكيماويه التي بعض الأشخاص بيضعوها على السن لحتى يطلع السن يمكن أكثر بياضاً، هل لها تأثير سلبي على صحة الأسنان؟ هلا إذا بيتم استخدامها بطريقة مفرطة طبعاً لها تأثير سلبي لأنه هي عبارة عن مواد كيماوية فيها مواد حمضية، أي أحماض بتأثر على طبقة المناء. ولكن بين فترة وفترة أنا دائماً بنصح المريض أنه ليش لا ممكن واحد يحسن من لون الأسنان، يعمل عملية التبييض، صارت مواد هي أكثر آمنة أكثر، ممكن استخدامها بين فترة وفترة، لكن مو أنه كل يوم واحد مثل يستخدم. في ناس يستخدم معجون تبييض بصورة يومية، أنا بقول له المريض لازم يستخدم مرتين بالأسبوع معجون الأسنان للتبييض بشكل كامل، بالايام الثانيه معجون الاسنان العاديه، سواء معجون الاسنان للثه، معجون الاسنان. والدكتوره بهذا الموضوع يعني مش كل الناس عندها درجه لون اسنان واحده، يعني هناك اشخاص درجة لون بياضهم أقل من الأشخاص الثانيين، فبالتالي مهما حطوا مواد ما رح يبيض أكثر. صحيح. لا ما رح يبيض، هاي طبيعة السن. طيب ودكتورة يعني بخصوص فرشاة الأسنان، يعني مثل ما بنشوفها أوقات وقت نروح نشتري فرشاة أسنان في كذا نوع، يعني الناعمة غير الناعمة، أي فرشاة أسنان هي المناسبة ربما للأطفال ولا فئات عمرية مختلفة؟ هل بيختلف الموضوع؟ بيختلف الموضوع. بالنسبة للأطفال لازم دائما هنتابع، بيكون مكتوب مثلا زيرو، لازم نبلش نفرش الأسنان للأطفال ابتداء من ظهور أول سن. هاي الأهالي ما بيعرفوا، فكروا إنه سن عمره 8 شهور 7 شهور ما لازم نفرش. أنا هيك ابتديت مع بنتي صار يقولوا لي حرام هيدا عذاب، ليه عم تعذبيها؟ لازم إنه واحد يفرش. لازم نحن نستخدم، أنا بفضل واحد يستخدم نوعين من الفراشة صراحة، الميديوم السوفت، بطريقه انه هي تكون مش كثير اجريسيف. كمان التفريش بفراشه اسنان قويه وبطريقه مفرطه كمان ممكن تاثر بسبب عندنا نحن تشققات بالمنى، ممكن يصير في تراجع باللثه. لازم يكون في الفراشه ميديوم زائد سوفت، السوفت هي بستخدمها على اللثه، الميديوم على الاسطح السنيه. طب العمر دكتوره بيلعب دور هون بصحه وسلامه الاسنان؟ اكيد انه الاطفال هن اكثر تعرضا لمشاكل الاسنان. الاطفال مش الكبار؟ أكيد، لأنه الأطفال بسبب عاداتهم، يعني عادات الأطفال السيئة، كثرة التناول الحلويات، عدم تركيزهم باهتمامهم. بس الأطفال ما عندهم وعي كافي قديش مهم الأسنان. بتحس لمرحلة معينة مثلا بعمر واحد بس بده يبلش يشتغل، عدم الالتزام، بس واحد بده يروح يدور على شغل بصير بفكر أنه أنا لازم يكون شكلي مرتب حلو، أسناني حلوة، ابتسامتي حلوة، بصير جد بيهتم، بيجي بيقول انه انا هلا صار لازم اهتم. بعمر 8 سنين 7 سنين هن ما بيفكروا بهالقصص، في عادات هن مو منتبهين عليها. كثير لازم ننوع على فكره على العادات الغذائيه السيئه. انا احيانا كثير بقول للمرضى انه الاكل طريقه مستمره او بنسميه السناكس بين الوجبات هو كثير مؤذي للاسنان صراحه، لانه اللعاب بيحمي الاسنان من التسوس. وقت الطفل او اي شخص حتى الكبار مثلا بيفطر بعدين بيرجع بياكل شغله بعدين بيرجع بياكل شغله، دائما البكتيريا الموجوده بالتم بتحول الاكل الى سكريات، هي السكريات بعدين بتتحول الى احماض، الحامض هو المؤذي للاسنان. اما اذا نحن فطرنا ورجعنا تغدينا ورجعنا تعشينا وبين الوجبات ما في اكل وبعد الفطور والغداء فرشينا اسناننا، جد نحن قادرين انه نحمي اسناننا من الاحماض الزائده وبالتالي من التسوسات. طيب بس يعني بشكل سريع نصائح للامهات لحمايه اسنان اطفالهم لو سمحتي. بتصور التوعيه هي اهم كثير من الاصلاح، لهيك نحن لازم الطفل من وقت هو صغير من ابتداء من عمره سنه او سنه وشهر نعوده على موضوع تفريش الاسنان.
الصباح زائد المساء او حتى بقى بعد كل وجبه اكل، لازم الطفل انه يتعود يمسك الفرشايه يفرشي، وبالتالي اذا احنا عودنا الطفل بصير هي معه عاده، هو ما بيقدر غير انه يصير يفرش اسنانه دائما بعد الاكل، يعني مثل ما هو قام غسل ايديه بعد الاكل يفرش اسنانه، اذا تعود على العاده بالتالي الامور بتكون سليمه. حالك صغير دكتوره، كانت من اصعب الزيارات اللي هي زياره دكتور الاسنان وانا صغير، ربما كل الاطفال كثير ما ولكن الان تغيرت شوي نظرتي. زائد على فكره لازم الواحد حتى لو ما انه موجوع ما انه متالم يروح يزور طبيب الاسنان كل 6 شهور صراحه. زيارات دوريه. شكرا كثير لوجودك معنا بالاستوديو، اختصاصيه طب الاسنان دكتوره ناتالي ابو دياب. اهلا وسهلا.